المحامي منير بن صالحة يقاضي خولة سليماني. أعلن المحامي منير بن صالحة في تصريح له اليوم أنه تقدم بزوز شكايات، الأولى ضد الممثلة خولة سليماني على خلفية تصريحات أدلت بها في أحد الإذاعات، وضمنت سب وشتم في حقه حسب تقديره، وقال أنه شكاية ثانية في حق من وفر لها الوسيلة وهم معد ومحاور وصاحب البرنامج. أكد بن صالحة أن البرنامج مسجل وأن صاحب البرنامج تعمد بثه وتمت معاينة كل التصريحات عن طريق عدل منفذ. كما بيّن منير بن صالحة أن المعنية بالأمر انزعجت من تدوينة نشرها على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ضمنت ثلاثة كلمات وهي خولة ليست بريئة، رغم أن لا شيء يثبت أنني أتحدث عنها، يقول بن صالحة. وقال فما أكثر من خولة مهمة في تونس تستحق كلامي، أما بخصوص السياق العام فأنا غير مسؤول عنه. حسب تعبيره قال: من قال أنني أتحدث عن البراءة القانونية؟ هناك براءة أخلاقية أيضا. يقول منير بن صالحة: قد يكون خولة ليست بريئة هو عنوان كتابي الجديد، فلتقاضيني على تدوينة خولة ليست بريئة، لن تنال شيئا وسأقاضيها بمعنى المرسوم 54 على خلفية تصريحاتها ضدي، في المقابل هي ستؤخذ قانونيا وستنال عقابها وجزائها. أما بخصوص وفاة الانستغراموز فرح بالقاضي، خير منير بن صالحة عدم الخوض في الموضوع احتراما لعائلة الفقيدة، وقال: لكنني بالأمس شاهدت ولادة ممثلة جديدة. حسب تعبيره وزير الداخلية التونسي سيد خالد النوري في مكالمة هاتفية ومحادثة هاتفية مع نظيره الإيطالي، حيث تقدم الوزير الإيطالي بالتهاني إلى نظيره التونسي بمناسبة تعيينه مؤخرا وزيرا للداخلية، حيث استعرض خلالها الوزيران واقع وأفاق علاقات التعاون وبرامج الشراكة لتربط وزارتي داخلية البلدين، لا سيما في مجالي الهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة. هذا وقد مثلت المحادثة مناسبة لتأكيد الجانبين على الإرادة الصادقة والعزم الراسخ من أجل توطيد هذه العلاقات والارتقاء بها إلى أرقى المستويات، بما يعكس عمق وعراقة العلاقات التاريخية بين البلدين خدمة لمصلحة الشعبين الصديقين. كما تم استعراض مجهودات الطرفين في دعم قدرات الوحدات الأمنية التونسية للتصدي للهجرة غير النظامية والحد من هذه الظاهرة، والنظر في إمكانية التعاون بين البلدين والتنسيق مع المنظمات الأممية ذات الاختصاص للتشجيع على العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين الوافدين على بلادنا إلى بلدانهم الأصلية. ارتفاع صافي احتياطي العملة الأجنبية إلى 110 أيام من التوريد. ارتفع صافي احتياطي العملة الأجنبية ليبلغ 23.9 مليار دينار، أي ما يعادل 110 أيام من الواردات، وذلك إلى غاية يوم 21 جوان 2024، حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. في نفس التاريخ من سنة 2023 بلغ احتياطي العملة الأجنبية حوالي 22.6 مليار دينار أو 97 يوم من الواردات. وأكد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه يوم 20 جوان الحالي أن احتياطي النقد الأجنبي مستمر في التعزيز. كما أظهرت إحصائية البنك المركزي ارتفاع قيمة الأوراق النقدية والعملات المتداولة بنسبة 14% تقريبا لتبلغ 22 مليار دينار إلى غاية يوم 20 جوان 2024، مقابل 19.3 مليار دينار قبل سنة. بداية من يوم الاثنين سيتم تسجيل انخفاض في درجات الحرارة إلى أقل من المعدلات العادية لشهر جوان. تنخفض درجات الحرارة إلى أقل من المعدلات العادية لشهر جوان، وذلك يوم الاثنين المقبل 24 جوان 2024.
المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد أفاد في تدخل هاتفي على الإذاعة الوطنية اليوم بأنه منخفض للضغط الجوي يقترب تدريجيا نحو تونس، سيشمل أكثر الشمال والوسط بداية من يوم الغد، ووضح أن درجات الحرارة ستنخفض يوم الاثنين المقبل في أقصى الشمال إلى 23 و 24 درجة كحرارة قصوى، مؤشر إلى أن الانخفاض بش يتواصل إلى يوم الثلاثاء لتعود الحرارة إلى الارتفاع يوم الأربعاء المقبل. بلغ عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية العام الحالي لغاية 20 جوان 2024 480 قتيل جراء 2180 حادث مرور، كانت أسبابها في أغلبها الإفراط في السرعة والسهو وعدم الانتباه حسب ما ذكروا المرصد الوطني لسلامة المرور. وبلغ عدد الجرحى في هذه الفترة من 1 جوان في حتى 20 جوان 2024 حسب إحصائيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور على موقع رسمي 3033 جريح. وتراجع عدد القتلى والجرحى بسبب حوادث المرور مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، إذ سجلت الستة أشهر الأولى من السنة الماضية 2925 حادث تسببت في مقتل 524 شخص وجرح 3972 آخرين. وتفيد معطيات المرصد بأن الأسباب الرئيسية المتسببة في حوادث الطرقات بقيت نفسها، إذ تسبب عاملا السرعة والسهو وعدم الانتباه في أكبر نسبة حوادث، تليهما عوامل عدم ملازمة اليمين وعدم احترام الأولوية وشق الطريق والمداهمة. بعد تخصيص عدد من الفضاءات التجارية لفائدة الباعة المتجولين في العاصمة من بينها فضاء بسوق المنصف بي وانطلاق البنك التونسي للتضامن في قبول ملفات القروض الخاصة بالفئات الهشة، أكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال تونس معز العلوي وجود تعطيلات في هذا الملف بسبب مطالبة أصحاب سيارات الأجر الواج باستعادة فضاء المنصف بي. أعلن عبد الحميد الجنوني كهية مدير بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة المكلف بإدارة النجاعة الطاقية في مجال النقل أنه 5000 سيارة كهربائية باش تكون بصدد التجول في تونس خلال 2025، ووضح أنه تم وضع هدف يتمثل في 5000 سيارة كهربائية في 2025 بتونس، منها 1000 سيارة في الأسطول العمومي و4000 أخرى في الأسطول الخاص حسب تعبيره.